في بلدية سطيل عند المستثمر الفلاحي عبد الكريم كراغل. والله اليوم رانا شاركنا في موسم الحصاد والدرس في ولاية المغير. احنا نحيو هذا المستثمر ونتمنى ان شاء الله نستقبل مجموعة كبيرة من المستثمرين كمثل هذا المستثمر اللي راهو بدا ان شاء الله مبادرة جيدة وممتازة جدا جدا. نتمنى له التوفيق ان شاء الله ونشوفوا ان شاء الله. راهي كاينه مرضوضيه ما شاء الله. كلمه توجهها لبقيه المستثمرين باش يصدقوا في الميدان. والله احنا نوجهوا الكلمه للمستثمرين ولجميع المستثمرين على مستوى التراب الوطني، نرحبوا بهم في ولايه المغير ونقول لهم باللي راهي جميع الابواب مفتوحه. الحمد لله رب العالمين، السيد رئيس الجمهوريه راهو ياكد على هذه الـ 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 على هذا مثل هذه الزراعات الاستراتيجيه مثل القمح، ونقول لهم ان شاء الله مرحبا بكم، وراح تلقاو جميع التسهيلات موجوده بولايه المغير.